علي الصوت ولا توطي وين، قالوا لي ادرس ترتاح تدرست عشان لا تعب. بدي ميوزك، بدي عالم تفهم خط، بدي مصاريك وفلوسك، بدي امشي اتربط عليهم كل ما تمد ايديك لا يسمعوك بيقطعوا ايديهم شي. ام كلثوم تحكي لك على مين اللغة بتأثر؟ بحب أستخدم اللغتين العربي والإنجليزي علشان أحاول أثر على أكبر عدد ممكن من الناس، أو أخلي أكبر عدد من الناس تسمعني وبنفس الوقت أوصل رسالتي اللي حابب أوصلها. المشكلة أنه إلى الآن we don't have a sound. شو الفرق مثلا لما تسمع الهيب هوب in France they have their own sound، تسمعها في المغرب they have their own sound، تسمعها في أمريكا they have their own sound، مصر they have their own sound، أمريكا كل ولاية they have their own sound. نحن إلى الآن we don't have our own sound. Definitely go check them out. Cinema Aqid, they are just incredible. I love these guys. Shout out to Kareem. You know Kareem? UAE? Kareem, the. They're actually watching my live. يمكن الخليج عايشين بيمكن بمكان أو مرتاحين فيه، ولكن هذا لا يمنع إنه في ناس في الخليج كمان عايشين حياة صعبة. فهذا اللي بقول لك عليه، أنت كرابر مفروض تنقل الحقيقة، فأنقل الحقيقة. I mean it's a short one, but I just think that you know.